استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين وتفقد حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من زخم متنام مؤخرا، وما تشكله الزيارة من فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتصنيع المشترك والسياحة والثقافة. كما شهد الرئيسان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع، وكذا جهود مصر لدفع مسار إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. Thank you.